لكن اروح بسرعه الى الدوحه. هو لسه الفرقه ما وصلتش، الفرقه لسه في مطار القاهره، بس احنا دايما معودين الناس اللي احنا بنوصل دايما وبنعرف كل الاخبار والجديد. لكن من خلال زميلنا الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي بالتاكيد من الدوحه. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك، وتحياتي ليك وتحيات الاستاذ كريم سعيد لحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد سعيد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وايضا اخونا الكبير استاذ كريم سعيد. حبيبي يا محمد ازيك، وحشتنا. دايما بخير. ازيك يا محمد، وحشتني جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الحمد لله بخير والله. تحياتنا ليك يا محمد، وعايزين نعرف منك بقى الجديد في الدوحه. طبعا الناس كلها مهتمه جدا بغدا المباراه النهائيه لكاس فيفا للعرب، مباراه مصر الساعه 12 مع قطر على تحديد المركز الثالث، وبعدها بساعات قليله جدا كل الاهتمامات هتكون على مباراه السوبر ما بين الاهلي والرجاء. فالاجواء عندك في الدوحه، الاهتمام الاعلامي، هل بدا الكلام على السوبر ما بين الاهلي والرجاء؟ الاخبار عندك، والنهارده كمان كان في مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. الاهلي يخطو دائما الاضواء الحقيقه، رغم طبعا ان بكره الكل بينتظر. حلو العنوان ده. وبينتظر المباراة مصر وقطر وتونس والجزائر، لكن النهارده وصول النادي الاهلي هو حدث الكل عمال يسالنا، الاهلي جاي امتى؟ الاهلي اخباره ايه؟ النادي الاهلي جاهز؟ الاهلي بيستعد ازاي؟ يعني الحقيقه الحاله دايما حاله جميله جدا بيعملها النادي الاهلي في الدوحه بوجوده. بنقول طبعا في انتظار ابطال افريقيا وتوصلوا بالسلامه، والنهارده عيد بالنسبه لكل الاهلاويه وكل مشجعين النادي الاهلي في الدوحه. الحقيقه يعني باذن الله تكون فتحه خير كده وبدايه لبطوله جديده وانتصار جديد، والدوحه دايما وش السعد على الاهلي والاهلاويه. اكيد. طيب هل الصحافه في قطر بدات تتكلم على لقاء السوبر؟ هل الناس ابتدت تتكلم على نقل المباراه من استاد جاسم بن حمد الى استاد احمد بن علي؟ الحضور الجماهيري كان معانا منذ لحظات المستشار حسام ابو العلا، وقال لنا بصراحه خبر اسعدنا، ال 40,000 والساعه الكامله في المدرجات هتكون للفرقتين والجماهير الفرقتين. يعني كل الاخبار دي بتدينا يعني مؤشر ان احنا رايحين على كرنفال وحدث كبير، رغم ان هي مباراه واحده من بطوله واحده، لكن حدث مش هيقل اهميه عن كاس فيفا للعرب. والله الحقيقه انا من خلال منبر قناه النادي الاهلي لازم اشكر المستشار حسام ابو العلا والكابتن سيمو والرجاله بتوع رابطه النادي الاهلي، للحقيقه بيحسسونا ان احنا برضو في البيت الكبير هنا في الدوحه، زي ما عندنا بيت كبير في الاهلي وفي الجزيره، عاملين مجهود كبير جدا. تجهيزات الجماهير النهارده، التذاكر انطرحت اونلاين، الكل بيترقب، الكل عايز يلاقي تذكره، عايز يستند النادي الاهلي. 40,000 متفرج وساعه كامله، اقول لك من دلوقتي ان شاء الله يا ابو فارس المدرجات هتكون فل، واللون الاحمر هيكون هو السائد ان شاء الله، لان زي ما قلت لك وجود الاهلي هنا بيكون عيد، سواء بقى مباراه واحده سواء بطوله. فان شاء الله باذن الله الامور تسير على ما يرام، والتحضيرات طبعا وصول النادي الاهلي في وقت مبكر اكيد شيء ايجابي، شيء هيعمل فيه اريحيه ودخول في اجواء قطر لحد موعد مباراه البطوله. صحيح الوقت الفاصل مش كتير، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق الهدف المطلوب ان شاء الله، ويكون خلال الايام المتبقيه يكون جاهز ويستعد بافضل صوره لخوض هذه المباراه وتحقيق الفوز. زي ما قلتنا لحضراتكم ان الجمهور بدا اقبال كبير جدا على التذاكر، التذاكر اللي انطرحت دلوقتي قبل شويه ما عداش مثلا نص ساعه ولقيناها خلصت، والناس بدات تسال هيطرحوا تذاكر تاني امتى. فالحقيقه كالعاده يعني موضوع الاهلي والحاله اللي بيعملها النادي الاهلي في اي مكان بيكون موجود فيه مش مستغرب. عايز اقول لك كمان ان العديد من الاشقاء القطريين بداوا يسالونا اخبار الاهلي ايه، الامور عامله ازاي، منتظرينكم، عارفين ان انتوا هتعملوا شكل جميل بعد بطوله كاس العرب، والصوره الجميله جدا اللي قدمتها الجماهير العربيه بشكل عام والمصريه بشكل خاص. الكل بقى هيترقب ايه اللي هيعمله النادي الاهلي وجمهوره والشكل اللي هيقدمه ان شاء الله في مباراه كاس السوبر. سؤال اخير، بما انك دايما حاضر تدريبات المنتخب والمؤتمر الصحفي وقريب منك كواليس منتخب مصر، هل ممكن بكره كارلوس كيروش يغير في التشكيل يريح عدد من العناصر الاساسيه في الاهلي، ولا الرؤيه شايفها ازاي؟ والله هو كل اللعيبه موجوده، كل اللعيبه اتمرنت بجديه الحقيقه. موضوع التشكيل وايه اللي في دماغ كيروش الحقيقه انا ما عنديش معلومه مؤكده، لكن نتمنى ان شاء الله ان هو يدي الفرصه لاكبر عدد من اللعيبه يشاركوا، لكن ده برضو ما يمنعش الحفاظ على القوام الرئيسي، لان دي مباراه بتلعب على مركز ثالث ورابع، مباراه
برضه مهمه، مش مجرد ان انت مباراه تجريبيه وخلاص، لا انت جربت كتير في المباريات اللي فاتت وتحملنا الكثير من التغييرات والكثير من عدم ثبات التشكيله. فاتمنى ان شاء الله يكون التعامل بجديه مع المباراه، ويمكن كنا بنتكلم مع كابتن وائل جمعه قال لي احنا مركزين واحنا هندخل المباراه عشان نحقق الفوز، وحتى كمان مستر كيروش في المؤتمر الصحفي دي كانت تاكيداته ان المباراه مهمه، بلعب مع بطل اسيا، بنخوض مدرسه جديده بنحتك معاها. يعني ان شاء الله باذن الله، لا التعامل مع الامور هيكون بجديه مش مجرد تجارب، ومش مهم النتيجات. زميلنا العزيز الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكل التوفيق ليك ولاسره طبعا بالتاكيد الجاليه المصريه في الدوحه.